وينضم إلينا الآن عبر الهاتف العميد محمد الغصري. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا بك. نعم، كيف تعلق على ما جرى من قصف فرنسي على الأراضي الليبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طبعا نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الغدر، نتيجة غارات من دولة أجنبية. هذا العمل غير صحيح، هذا العمل مستهجن من كل الليبيين. أعيد وكرر، أترحم على أرواح الأبطال الذين سقطوا من أبنائنا الأعزاء. نعم، ما موقفكم من هذا القصف؟ هل سيكون لديكم موقف؟ بالتأكيد احنا لن نرضى بهذا الإجراء من دولة أجنبية. هذا كل ما يجري داخل ليبيا شأن داخلي. نعم. ويحل بطرق سلمية أو غير سلمية. نحن في حرب، في حالة حرب وفي كل الأمور، لكن لن نرضى بتدخل من أي طرف من دول الأجنبية. طيب، وأنت كرجل عسكري كيف تقرأ وتفسر وترى عدم دعم فرنسا لعملية البنيان المرصوص والتي تواجه وتقاتل داعش، في حين أنها تدعم حفتر الذي هناك تقارير تثبت بأنه ربما حليف لداعش؟ سيدي الكريم، احنا في بداية المعركة في البنيان المرصوص دعينا الله سبحانه وتعالى أن يتوحد كل الليبيين على العدو الوحيد في ليبيا اللي هو العدو داعش. يتفق عليه جميع الليبيين في محاربته، ولكن التدخل من أي دولة أجنبي هذا أمر غير مرفوض. دعم أجنبي سواء لقواتنا أو لقوات أخرى هذا أمر لا 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 نرضى به. طيب سيادة العميد، في سؤال أخير، كيف ترى موقف الحكومة الصامت حتى الآن مما يحدث؟ سيدي الكريم، نحن نشتغل تحت الحكومة ولم يكون أحد راضي بما قامت به طيران الغربي، طيران فرنسا، لا يرضى به أحد. بالتأكيد. نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد محمد الغصري، كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك.